والعشاء. التدريس والهيئه المعاونه والعاملين في الكليه وطلاب الكليه، نرحب بمعالي الاستاذ الدكتور احمد عايز عبد المنعم رئيس الجامعه. معالي الاستاذ الدكتور، احمد سليمان نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث، الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعه لشؤون خير المجتمع وتنميه البيئه. نرحب بحضراتكم في الكليه الكبيره. 44 وقطعه 3 اذن واحد. وصل خيمه. اسمع معايا المعسكر. معسكر عثمان بن عفان قلبة أصل القوة 123 حضور 117 مقاطع 5 ان هو ده المصريين محدش يطلع بره المعسكر النهائي، ما دام بيبقى فيه تصريح واللي بيجي متاخر بتسجلوه. انا والدكتور احمد نور قعدنا معاهم الصبح في حاله احمد نور يا عارف يعني.